تكلمك كده ميدو مش عارف ايه ايه رايك مش عارف ايه 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 واخد الكلام ده او مسجله راح مثلا مطلعه برا من غير ما اقول لك مثلا شوف حاجه زي كده ازاي يعني, يعني والله يعني يعني لو انا مثلا قلت له صاحبها ايه لو انا قلت مثلا اسرار زمايلي في بايوجرافي او في كتاب انا هكسب ملايين بس بس يعني في كلام كتير جدا هيتقال هيبقى مؤذي لناس كتير حصل لي على فكره حصل لي يعني في ناس يعني يعني قالت كلام زي ما انت بتقول ما كانش المفروض ما ينفعش ان هو يتقال اه لان احنا لعيبه كوره وكنا اولاد صغيره و انت عايز تطلع كلام نفسك انت حر آه. ما تطلعش كلام آه حد او تقول سر حد قاله او في سر فرقه او سر نادي بالظبط بيحصل للاسف يعني